الأخيرة لليوم عالم الأدب والرواية، وتحديدا يلي بترصد حال المجتمعات وبتعيد إنتاجها ضمن مقاربات أدبية لشخوص وأبطال سواء من الماضي والحاضر أو المستقبل. ليا اليوم رح نتجول بين فصول عمل روائي أبصر النور حديثا عتبة الباب لمؤلفته سندس برهوم لتخبرنا أكثر عن التجربة الروائية الأولى. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك ومبروك عتبة الباب، هذا العمل الروائي يلي من يومين تم توقيع هذه الرواية. خلينا نحكي عن هالعمل. الرواية اسمها عتبة الباب، صادرة عن دار نوفل ببيروت، وهلأ يلي صارت مجددا بالشام بمكتبة شاشاتي تحديدا، وأنا بقدم شكر للسيد رافي شاشاتي إنه قدر يجيب الكتاب لهون أخيرا. عتبة الباب شو بتحبي أحكي لك عنه؟ ما نحكي عن الرواية، خلينا نشوفها أول شيء. فينا نحطها على الكاميرا يعني من الغلاف، خلينا نحكي للمضمون. عتبة الباب أكيد بتناقش الأزمة السورية أكيد، أو الحرب السورية، وهي بتحكي عن امرأة هي أم لطفلين، بتعاني كل الصراعات يلي عم نعيشها نحن كمواطنين سوريين، وبتواجه هذا الذعر الشديد يلي نحن كمان بلحظة ممكن نعيشه إذا تعرضنا فجأة للموت. شو ممكن نعمل؟ وين ممكن نروح بهذا الخوف؟ وكيف ممكن نصارع هذا الخوف؟ وقد ايه عندنا القدرة أن نتشبث بهذا المكان يلي نحن بنحبه يلي هي بلدنا، وبتعاني كل الصراعات إنه يا ترى شو ممكن تعمل؟ تهرب ولا تبقى موجودة؟ عتبة الباب هي اللحظة يلي بتوقف فيها السيدة يلي هي بشخصية الرواية، بتوقف فيها كل مدة الحرب لتقول إنه أنا شو ممكن أعمل، وعم بتواجه إنه فكرة الرحيل كل الوقت عم بتناقش الله. فكرة الرحيل وفكرة الرحيل كانت تحديدا هي عم تستخدمها لتناور الخوف يلي هي عم بتحسه كل عم يعيش الوقت. طيب بما انه هي التجربه الروائيه الاولى لإلك، ما فيها يمكن نوع من المسؤوليه ونوع من المغامره لتتناولي هي الاحداث اذا بدنا نحكي؟ طبعا اكيد يعني اي بالضبط هي هيك، بس يعني يمكن الكتابه بلحظه بدها جرأه اكيد، وانا مجربه شوي يعني بالكتابه، انه كان في شويه مقالات قبل، صار لي 10 سنين عم بكتب انا، لكن كعمل روائي هي تعتبر يعني الى حد ما الاولى رسميا، لكن هي الثانيه من بعد رواية صغيرة عملتها من كم سنة. مدام سندوس، قديش عاكسة شخصيتك هالرواية؟ قديش عاكسة تجربتك؟ قديش بتحكي يمكن عن تفاصيل كل سيدة سورية؟ خلينا نقول أكيد طبعا أكيد يعني قدي فيها منك بالنسبة بلحظة، مو فيها مني بس لحالي، هي فيها من كل النساء السوريات، من كل الأمهات يلي عندهم أطفال وبيخافوا عليهم. أكيد في تقاطعات كتير بيني وبين الشخصية الأساسية، بس دائما بالعمل الروائي في خيال وفي إضافات تانية إلى علاقة بالنص نفسه يعني، فأكيد بتقاطع معنا كل الوقت. والقوة قديش هي العنوان بالخط العريض للرواية؟ العتبة أكيد شيء مهم، العتبة لأنه هو كان الفاصل بين أنه هي تبقى وترحل، يعني هو كان الفاصل الأساسي، لذلك هي بقيت على العتبة وقت طويل، ومن العتبة كانت عم تعمل كل الصراعات يلي لازم تعملها أو مضطرة أنه هي تواجهها. طيب خلينا يمكن نقرأ مع بعض مقتطفات من الرواية إذا بتحبي، مقطع من الرواية. مقطع واحد بتحبه يكون ظريف ولا لا؟ أكيد كلها ظريفة الرواية. اختاري لنا شيء. طيب معلي أنا هلأ حدور، لأنه من الأخير إذا بدك، من الأخير ولا من الأول؟ اللي بدك إياه. طيب في شيء أنا وقت القرار الحاسم بالبقاء أو القرار الحاسم هون معناته اللي تم اتخاذه. حرقتيها للرواية. رحتي دغري على القرار يعني. ثواني بس، سوري أنا عم طول عليكم، بس لأنه نقرأ؟ نقرأ. اليوم لن أحزن، لن أحزن قبل أن يعلن بلدي اسم آخر شخص يموت فيه. إلى حينها سأحبس دمعي وراء عيني، وأنا أودع ميتا وأترقب الميت الجديد. لن أسقط دمعة فتحجب غباشتها ملامح عيني الميت. أقف أمام رحيله احتراما للحظته، ولا أصرخ
أضع نفسي في قافلة الموتى لأن الخوف فتت روحي ولأن الموت قريب، لكني لا أنتظر، إلى حينها سأعيش طويلا بكل السعادة والقوة والطاقة المتاحة لي. لا أعترف بجرح أو مرض أو كسر في اليد أو الساق، أي ألم وأي مرض لا يعادل لحظة موت، وإلى أن تحين ساعتي سأكون قد ضحكت كثيرا بكل الوقت المعطى لي، وسأكون قد شبعت الخبز والماء وتنشقت الأطنان من رائحة الياسمين ولن أرحل. الله. يعني رحت دغري على الزبدة أنت، هي كل الوقت كانت عم بتعيش هاي الصراعات القوية كتير كتير. أكيد هو الكتاب هو متوفر أكيد أي حدا بسوريا وبالوطن العربي بشكل عام أكيد طبعا، لأنه يوصل له كتاب عتبة الباب. لمين بتهدي هذا الكتاب؟ هلا هو الاهداء مثل ما قلت، لانه نص الروايه هو بخص الامهات السوريات، فكان بالاهداء بالبدايه كان لامهات انا بعرفهم بشكل شخصي فقدوا احبابهم، وفي نساء انا بعرف انه فقدوا ابنائهم، كانوا مفقودين ابنائهم، فوجهت الاهداء لانه اذا بتحبوا بقرا لكم اياه. اي تفضلي. النساء هدول هن في منهم اخواتي وفي منهم رفقاتي. نوجه لهم تحيه جميعا. الى فاطمه في غياب بشار وسلمان وماهر شهداء، إلى كوكب في غياب علي، إلى نهيدة في غياب يوسف إلى حين عودته سالما، إلى جورجيت في غياب طوني، إلى لورا في غياب فارس، إليكن جميعا في غياب الضوء، وإلى أم يوسف أمي. أكيد بدنا نوجه لهم تحية للكل. خلينا نحكي معك سندس، 10 سنين يمكن من الكتابة لا يمكن قمتي بهي التجربة، ليه هالوقت يعني لحتى اخترتي انك تكتبي هي الروايه كروايه اولى فينا نعتبرها؟ هلا انا قبل اخصائيه اجتماعيه، فكنت مشغوله كثير كثير مع الاطفال السكري واطفال التلسيميا حوالي 15 سنه، فكانت مقالاتي موجهه لهدول الاشخاص تحديدا، والعلاقه باختصاصي كمعالجه نفسيه واجتماعيه. الروايه ما كنت انا مقرره انه اكتب، يعني هي طلعت فجاه انه انا كنت عم بكتب قصه صغيره، وكان في تجربة قبلها اللي هي غيوم زكريا، وأنا كنت مقررة غيوم زكريا في إلى وضع خاص، فأنا قررت أنه ما تكون للبيع، كانت هي مجرد إهداء. عتبة الباب يمكن لأنه إذا الموهبة موجودة فعلا فهي بتتجسد بمرحلة ما، ويمكن هذا الوقت المناسب أنه صرت أنه نعبر بهي الطريقة، فكانت عتبة الباب. نعم. قديش الوضع يلي عم نمرق فيه، قديش الحرب يلي عم نمرق فيها أثرت على حياة الكاتبة أو حياة الكاتب أو أي حدا موهوب؟ يمكن أنتوا حساسين زيادة عن اللزوم لأنه بتملكوا موهبة كبيرة مثل حضرتك بالكتابة، قديش أعطتك هي الحرب دافع أنه هي يكون عندك ردة فعل بأنه تعملي رواية أو بأنه أنت تأسبتي توصلي فكرة لمعاناة ما لحالة ما؟ قديش يعني حاربتي بينك وبين حالك، كنتي قوية لحتى توصلي لهذه الرواية؟ هلا الكتابة معروف انه هي وسيلة من وسائل التفريغ النفسي، وانا لانه اختصاصي فإلى حد ما بروح بالاتجاهات الإيجابية لهذا التفريغ، يعني في ناس بترسم، في ناس بتكتب شعر، في ناس بتكتب كلمة، في ناس بتمثل، في ناس بتعمل شغل منيح، بتعمل اختراع، فيمكن انه انا وسائلي كانت بهذا الاتجاه، يعني الله اعلم يعني. بس قديش ساعدك اختصاصك بما انك مثلا معالجة نفسية، قديش ساعدك يمكن بشرح الشخصيات والتعبير عنها من خلال المفردات بشكل كتير كبير؟ بالضبط. هلا يمكن ما مهم بالكتابة انه قديش انت عم تعملي شيء له علاقة بالارشاد او العلاج النفسي، اكيد ما له علاقة، بس انا بعرف انه انا كنت بكل كلمة عم بكتبها في مرجعية له علاقة بهذا العلاج وبهذا، لانه الشخصية بتواجه الصراع وبتوصل للذروة وبتعمل هذا التراجع يلي هو بالمكان الايجابي، فيمكن انه شوي اثر الاختصاص، وما بعرف يمكن هي يمكن تكون نقطه ضعف بطريقتي كيف انا عم بكتب، لازم انا شوي اطلع من الاختصاص لحتى اكون متحرره اكثر وانا عم بكتب. بس لا اكيد كان في هو يعني بذهنيتي كان اكيد في هذا الشيء موجود. نعم. هل بتفكري تقلبيها للروايه لعمل درامي؟ ما بعرف، هلا انا ناطره، هلا بما انه صارت بالشام وبمكتبه شاشاتي تحديدا، انا بدي اقول للناس لانه موجوده بس بهذا المكتب، بهي المكتبه، ناطره الناس تقراها وتعطيني رايها اكيد،
وطبعا الرواية ترشحت للبوكر السنة الماضية ولجائزة الملك زايد للكتاب كمان، ما أخذت نصيبة بأنه تنجح. بس إن شاء الله في الأعوام القادمة. أنا بعتبر أنه مجرد الترشيح بالنسبة لي كان هو جيد جدا كأول رواية. بتمنى الناس تقراها وتعطيني رأيها، وبعدين لما يكون في اقتراحات من هذا النوع أكيد أنا ما عندي مشكلة. نعم أكيد نحن بدنا نتمنى لك التوفيق، وأكيد نحن كتير فخورين فيكي وبكل سيدة سورية هي واقفة على عتبة الباب، ولكن القوة دايما بتغلب أي باب لحتى نحن نضل مستمرين. شكرا كتير لك ومبروك الكتاب. الله يبارك فيكم. شكرا كتير. شكرا لك. نقول لك مبروك مرة تانية، وإن شاء الله بالأعوام القادمة نستضيفك معنا تكون الرواية حاصلة على جائزة. شكرا كتير إليك. وليا كمان نقول إنه اليوم كان لنا بصمة خاصة، أو السيدات السوريات بحلقتنا كان لهم بصمة خاصة. المواهب السورية رغم كل الظروف عم تكون موجودة وإلى أثر كتير كبير بحياتنا. شكرا كتير إليك. أهلا وسهلا. شكرا لك.